أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو وقبيله أي الشيطان وذريته أي الشيطان وأتباعه. إخواني وأخواتي، اليوم نحن في صراع مع الشيطان. الشيطان يقعد لنا في كل مرصد، الشيطان يقعد لنا في كل طريق. نحن بني البشر، اليوم دخلنا في صراع أزلي منذ أن خلقنا الله سبحانه وتعالى. تعهد الشيطان بقوله لأغوينهم أجمعين، أي تحدى الله تعالى بإغواء بني البشر. فيا أيها الشاب، يا أيها البنت، نحن اليوم أمام صراع أزلي مع الشيطان، فإما أن تكون مع الشيطان وإما أن تكون مع الله وجنوده. إخواني، هناك أمر بيننا اليوم. الكل يسأل: لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة؟ لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالنسبة للبنات بالحجاب؟ لماذا أمرنا الله تعالى بالصدق في المعاملة وفي الكلام وفي كل تعاملاتنا؟ لماذا أمرنا الله تعالى بذلك؟ الكل يسأل عن الحكمة، ولكن نحن في الأصل مأمورون بافعل أو لا تفعل، افعل كذا أو لا تفعل كذا. فإذا السمع والطاعة لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. إذا أمرنا الله تعالى بالصلوات الخمس فسمعا وطاعة، إذا أمر الله تعالى البنت بلبس الحجاب فهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى، ولا نسأل لماذا أمر الله تعالى بلبس الحجاب. وإذا قال الله تعالى للبنت أو للمرأة ألا تتزين إلا لزوجها أو إلا أمام محارمها، فإذا هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالطاعات وأمرنا بالقربات فهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى. فأنت أمام الخيارين، إما أن تكون طائعا لله سبحانه وتعالى وإما أن تكون طائعا للشيطان ولذريته أو لجنوده. فإذا إخواني نحن أمام هذا التحدي، فهذا التحدي إخواني الشيطان قد شهر مثل ما يقول سيفه وهيئ جنوده وهيئ ذريته لإغوائنا. فنحن أمامنا هذا الطريق، طريق الله سبحانه وتعالى هو طريق القربات وطريق الطاعات أو عكس ذلك، فإما من جنود الله تعالى وإما من جنود الشيطان. فإذا إخواني وأخواتي، نصيحتي لكم: الكثير من الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها أرادها الله لنا وأراد الخير لنا في هذا الأمر. أما أن نسأل ونتعمق وندقق لماذا نلبس الحجاب، لماذا نصلي صلوات الخمسة، لماذا نصلي النوافل، لماذا قيام الليل، لماذا المرأة لا تظهر مفاتنها أمام الجميع، فهذه الأمور منعنا الله سبحانه وتعالى ونهانا الله سبحانه وتعالى لحكمة ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى لنا. أما نحن الشباب، أراد الله منا قضية أسمى ومسألة أكبر، فنحن أمام أمة، وهذه الأمة اليوم تصرع من قبل أعدائها، هذه الأمة اليوم مريضة فتحتاج أن تتعافى وأن تتشافى بشبابها وبرجالها.
فشفاء هذه الأمة وعلاج هذه الأمة ودواء هذه الأمة أن يعود الناس لدينهم ولما أمرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ولما أمرهم العلماء العاملين الصادقين المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن نكون من جنود الله تعالى في الميدان.